في البداية كده هنتكلم ازاي تقدر تعمل ريجستر على كود فورس. هشرح على كود فورس كليك، هيقول لك دخل الهندل بتاعك والايميل والباسورد والكونفيرم باسورد. تمام، الهندل بتاعك ده اللي هو اسمك، وده بيكون برايمري. يعني ايه؟ يعني مفيش حد يقدر يبقى عنده نفس الاسم بتاعك، وده عن طريقه ممكن اي حد يبحث عنك على كود فورس. تمام، الايميل بتدخل الايميل بتاعك، مثلا لو عندك ايميل كنت انت عامله على جيميل فبندخله، وبدخل باسورد وكونفيرم باسورد، وتعمل لوجن او بتعمل لوجن او ريجستر. اول ما تعمل لوجن او ريجستر بيجي لك مسج على الجيميل، بتروح عشان تعمل اكتف الاكونت بتاعك بس كده. وبعدين كده بتبدا بقى تخش على الكونتست وتبدا تحل عليها، كل حاجة تمشي معاك عادي. إن شاء الله من المرة الجاية هنبدأ في أول كونتست. وشكرا والسلام عليكم.